مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال بخاخ فلوتي كازون وأهم المعلومات حول هذا البخاخ إن شاء الله. وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو، أدعوك عزيزي المشاهد للاشتراك في القناة، وذلك لكي يصلك كل جديد. ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو، فهي تحفزني وتدعمني على عمل المزيد من الفيديوهات. فنحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. فسوف نتعرف على دواء فلوتيكازون بخاخ لعلاج حساسية الأنف والربو، وكذلك استعمالاتهم المختلفة والتحذيرات والأثار الجانبية المحتملة، وكيف يمكن ضبط الجرعة اليومية لكل من الكبار والصغار. فما هي دواعي استخدام فلوتيكازون بخاخ؟ فيتم استخدامه في معالجة الكثير من الأعراض، من ضمنها التهاب وتهيج الأنف، أيضا انسداد الأنف، أيضا التحسس من الأبخرة أو الحيوانات، أيضا الرغبة في حك الأنف، أيضا الحد من أعراض الربو، أيضا الوقاية من التهاب الأنف لدى المصابين بتحسس موسمي كحمى القش، أيضا الوقاية من الحساسية الموسمية طوال السنة. فما هي مشتقات مادة فلوتيكازون؟ فنجد فلوتيكازون فيوريت. فيعد فلوتيكازون فيوريت من الأدوية التخليقية التي تنتمي لفئة الكورتيكو استرويد، والتي تعد من الأدوية المضادة للالتهاب، مما يفيد في الشفاء من الالتهابات الأنف بسبب الحساسية الموسمية أو الدائمة، ويتم أخذ الدواء عبر الأنف على هيئة بخاخ. أما بالنسبة لفلوتيكازون بيربيونات، فينتمي لنفس الفئة من الأدوية الاسترويدية، ويخفف الأعراض بصورة غير مفهومة بشكل كامل، ومتوفر على هيئة بخاخ. يتم أخذ الجرعة عبر الأنف أو عبر الاستنشاق الفموي، كما يوجد على هيئة كريم يضع بشكل موضعي على البشرة. أما بالنسبة لجرعة دواء فلوتيكازون، فدواء فلوتيكازون متوفر على هيئة مسحوق يتم استنشاقه عبر الفم، وبخاخ للاستنشاق عبر الفم، بالإضافة لرادات في الأنف ومراهم وكريم للاستعمال الموضعي. وغالبا ما تكون الجرعة للكبار 100 إلى 250 ميكروغرام مرتين في اليوم. أما إذا كان الشخص مصاب بالتهاب شديد أو ربو حاد، فتزيد الجرعة اليومية إلى 1000 ميكروغرام مرتين في اليوم. أما بالنسبة للأطفال الأكبر من عمر 4 سنوات، فتكون الجرعة 50 إلى 100 ميكروغرام يتم أخذها مرتين في اليوم. أما في حالة الربو الحاد، يتم أخذ جرعة 200 ميكروغرام مرتين في اليوم. أما بالنسبة للاستنشاق عبر الفم لكل من الكبار والأطفال، تكون الجرعة الأولية بخة أو اثنين في كل منخر مرة في اليوم. أما بالنسبة لمعالجة التهابات الأنف التحسسية، فيتم أخذ 2 بخة في كل فتحة من الأنف أو بخة في كل منخر مرتين في اليوم، غالبا لا تتجاوز الجرعة اليومية 200 ميكروغرام. أما بالنسبة للاستخدام الموضعي على البشرة، فيتم تطبيق كريم فلوتيكازون أو المراهم على الجزء المراد من البشرة صباحا ومساء. أما بالنسبة لأضرار بخاخ في هذا الدواء فلوتيكازون، فقد يسبب فلوتيكازون بعض الأضرار لدى بعض الناس، ومن ضمنها
الشعور بألم في الرأس، أيضا احتقان الأنف، أيضا صداع في الرأس، أيضا مشاكل في التنفس، أيضا التهابات في القصبة الهوائية، أيضا التهابات في الأنف أو البشرة، أيضا مرض الزرق، أيضا قد يسبب سعال في بداية الاستعمال لكنه لا يدوم. أيضا من الأعراض الغير شائعة حدوث نزيف في الأنف. أيضا نجد الشعور بطعم غير محبب في الفم. أيضا نجد مشاكل بصرية. أيضا نجد وجود ورم في الوجه. أيضا نجد عدوى الشفاه أو الفم. أما في حالة نسيان الجرعة، قم بأخذ الجرعة فور تذكرك مع ضرورة عدم مضاعفة الجرعة أو أخذها إذا كان الموعد القريب من الجرعة التالية. أما بالنسبة لفلوتيكازون والرضاعة الطبيعية، فقد يشكل الدواء خطر على الرضيع، لذا يجب استشارة الطبيب قبل استعماله من قبل المرضعات. أيضا فلوتيكازون والحمل، يجب الرجوع إلى الطبيب قبل استعمال فلوتيكازون أثناء الحمل. أيضا نجد أعزائي المشاهدين يعني موانع استعمال فلوتيكازون كريم، فيمنع استعمال العقار من قبل المصابين بتحسس ناحية الفلوتيكازون أو أي من مكونات الدواء. أيضا بالنسبة للعدوى الجلدية التي لا يمكن علاجها بالدواء. أيضا بالنسبة لالتهابات البشرة حول الشفه، أيضا يمنع استعماله من قبل الأطفال تحت سن 3 شهور. أما بالنسبة للأثار الجانبية المحتمل حدوثها، كأي دواء آخر يمكن أن يسبب عقار فلوتيكازون بعض الأعراض الجانبية والتي لا تصيب كل الناس من ضمنها الحساسية للدواء، فقد يعدد التهابات في البشرة أو طفح جلدي أو مشاكل في التنفس أو عدم القدرة على حفظ التوازن. أيضا نجد الحكة في الأعضاء التناسلية. أيضا نجد كسب المزيد من الوزن بدون سبب واضح. أيضا نجد هشاشة العظام ووهن العضلات. أيضا نجد زيادة الضغط الواقع على العين. أما بالنسبة لحفظ تخزين الدواء، فيتم حفظ بخاخ فلوتيكازون في درجة حرارة ما بين 20 إلى 25 درجة مئوية بعيدا عن الرطوبة والحرارة والضوء المباشر. أيضا يتم حفظ فلوتيكازون كريم في درجة حرارة تقل عن 30 درجة مئوية، وهو عبارة عن أنبوب معدني يحتوي على 15 جرام بداخل العلبة كرتونية ومرفق نشرة داخلية. فنحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. كان أعزائي المشاهدين هذا هو فيديو اليوم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وذلك لكي يصلك كل جديد. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أترككم إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.